سابليه الشوكولاتة. طيب الوصفة دي علشان نعملها عايزين 2.5 كوب دقيق، ربع كوباية كاكاو، نص كوباية بندق مطحون يديله طعم خطير، 300 جرام زبدة، 1 بيض، 1 صفار بيض، فانيلا، 1 معلقة صغيرة بيكنج باودر، 1 كوب سكر، مربى أو شوكولاتة للحشو زي ما انتوا عايزين، وسكر بودرة للوجه. طبعا هنعوز قطاعات، قطاعة وقطاعة أصغر منها علشان نعمل السابليه. طيب أول حاجة هنعملها هنا، ما قلنا السكر البودرة ولا ما قلناش؟ قلنا 1 كوب سكر، أوكي، وسكر بودرة للوش، تمام. دلوقتي هنعمل إيه؟ أول حاجة هناخدها هي الزبدة، هنحطها كده هنا، وهنحط معاها السكر والدقيق، نحط معاهم البيكنج باودر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، واحنا حطينا اوريدي الفانيليا هنا على البيض، فاحنا هنا حاطين ايه؟ حاطين السكر والدقيق والبيكنج باودر والزبدة، هنخلطهم مع بعض، اسفة، والكاكاو، هنخلطهم مع بعض. يعني احنا بنحط كل المكونات الجافة اللي عندنا كمان بما فيها البندق كلهم بنحطهم مع الزبدة، وبعدين بنطري الحاجات دي كلها بالبيضة وصفار البيضة اللي عندنا. تمام، ابتدى خلاص يبقى زي الرمل، احنا عايزينه كده يبقى زي الرمل. لازم كمان الزبدة ما تكونش سخنة، ما تكونش طرية. خلاص دلوقتي بقى نحط البيضة وصفار البيضة اللي عندنا، شايفين ازاي بقى زي الرملة. ناخد بقى البيضة اللي عندنا نحطها وصفار البيضة، وبس كده أول ما يلم على طول هروح قافلة عليه. خلاص كده العجينة عندنا جهزت، نجيب بقى ورق زبدة، ناخد حتة بس عشان اوريكم ازاي بتتعمل. دايما افردوا على ورق زبدة، انا ما بحبش الفرد على الدقيق لان الفرد على الدقيق بيخلي العجينة تشرب الدقيق اللي تحت، بعدين بنرجع نلم العجينة تشرب الدقيق، برجع احط تاني دقيق، ترجع تاني العجينة. فالمهم في الاخر خالص بتلاقوا ان اخر دفعة من العجين ناشفة جدا لانها واخدة دقيق اكتر من حاجتها العجينة، فدايما افردوا على ورق شمع احسن من ورق الزبدة كمان، لان ورق الشمع مش ممكن يلزق فيه خالص. طيب فردنا دلوقتي السابليه بتاعنا، هنعمل دايما واحدة مدورة اللي هي كده او اصغر طبعا يعني زي ما تحبوا، وواحدة تانية مدورة وفيها من النص خر كده تجويف، نعمل كده تمام اهي بهذا الشكل، ونشيل اللي في النص. دايما انا بحب كمان السابليه لما اعمله اقطع الحتة يعني دي ابقى اقطعها في الصينية مباشرة، يعني ما بحبش اقطعها واشيلها وارجع احطها، يعني ما بحبش دلوقتي اشيلها كده واروح شايلها احطها في الصينية، لا بحب ان ورقة الزبدة تبقى اوريدي موجودة في الصينية وهي نفسها اللي بخليها زي ما هي بدخلها الفرن، يعني انا ما بحبش اشيلها كده، ما بحبش، بحبها تفضل مكانها. طيب هناخد بقى احنا الكلام ده كله وعلى الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد تقريبا 10 دقايق. ده بيكون شكلها، خلينا نشيل دول، ده بيكون شكله بعد ما بيطلع من الفرن. بناخد كل طعم البندق بيخليه بجد لذيذ جدا قوي قوي. هناخد بقى السابليه بتاعنا ونبتدي نحشيه باللي احنا عايزينه، مثلا لو هنحشيه بالشوكولاتة الدهن بنحط كده هنا شوية
بالشكل ده، وبعدين بجيب القطع اللي هتتحط فوق وبنحطها بالشكل ده. شايفين ده بيبقى شكلها، بيطلع طعمها حلو جدا يا جماعة. واصلا الوصفة دي يعني من كتر ما هي حلوة بتقدروا انكم حتى تاكلوه من غير ما تحشوه، يعني شكلوه مدور بس وكلوه، بيطلع طعمه حلو جدا، طعم البندق المطحون معاه، والوصفة كمان مظبوطة، بيطلع حلو قوي قوي قوي. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.